شو هي نصيحة الأفلاك لمواليد الدلو بالأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني جانوري يناير 23؟ يا عزيزي، بيقول لك الفلك إنه لازم ما تخلي حدا يحبطك بين التنين 16 والتلاتة 17، وهالشي بنقل أخبار مزعجة لإلك. نعم، بدك تكون كتير متحفظ بهالوقت ومهتم بشؤونك وعم تطلب الحقيقة، ترد من حياتك كل شخص بيشعرك بعدم الأمان. يعني لما ما تكون مرتاح مع حدا بقربه أو بوجوده، سكر الباب واقفله. ركز ابتداء من الأربعة 18 قواك على عمل واحد، وحاول أنك تتجاوب مع بعض التنسيق. عن جد ركز، يلا عن جديد كانت دالة. لا ركز، اوكي. ركز ابتداء من الاربعة 18 قواك على عمل واحد، وتجاوب مع بعض التنسيق والتنظيم المطلوبين ويلي بيحتاجوا هالعمل، ومع شركاء قادرين او زملاء طبعا قادرين على مساعدتك. ما تضيع وقتك يا عزيزي في القشور، خاصة وأنه الأربعة 18 والخميس 19 بيحملوا مغامرة خاصة جدا. تسترجع اعتبارا من الجمعة 20 ذكريات ماضية، أو بتلتقي بأصدقاء غابوا عنك، أو يمكن يحدث شيء يجعلك تفتح أوراق قديمة. الشمس اللي بتدخل برجك بهالوقت تتحدث عن حب يمكن يولد فجأة، أو عن تطور لعلاقة لإلك بدك منها ارتباط، أو هي بتتجه نحو ارتباط وتشريع. بتفرح جدا الأحد 22 بخطوة بتقوم فيها أو بمبادرة.